لسه إعلامية السيدات والسادة الحضور prévu pour les sables et on va aussi la valorisation accordement le deuxième site se situe en الانطلاقة اليوم الفعلية، وهذا المشروع سوف ينجز، هذا المكمن سوف ينجز من طرف مجمع سونارام عبر فرع سوميفوس اللي هو متمكن من تكنولوجيات الحديثة وعندهم إطارات مؤهلة وذات مهارات وكفاءات عليا لإنجاز هذا المكمن بإمكانيات الشركة، إمكانيات جزائرية بحتة سوف تقوم بتحضير هذا المكمن. حضرنا اليوم لانطلاقة مشروع الفوسفات المدمج من منبع هذا المشروع هو مكمن بلاد الحدبة.